بالعزيز الثعالبي الجهاد الحقيقي. زمان كلمة الجهاد كلمة عظيمة ولا تزال كلمة عظيمة، لكن للأسف الجماعات المتطرفة دمرت سمعة هذا المصطلح. إنما الجهاد فيما قبل كان تقريبا حصريا في الجهاد ضد الاستعمار. مفيش حد بيجاهد ضد شعبه وأهله وناسه بأي حجة من الحجج. فالجهاد في الماضي كان ضد الاستعمار البريطاني، ضد الاستعمار الفرنسي، ضد أي استعمار للدول الإسلامية. ففي أندونيسيا أما يقولوا جهاد ضد الاستعمار الهولندي، تونس الجزائر المغرب كلمة جهاد ضد الاستعمار الفرنسي، في مصر الجهاد ضد الاستعمار البريطاني. وعيد الجهاد المتعلق بسعد باشا زغلول هو متعلق بالجهاد ضد الاستعمار. يبقى زمان ما نقول كلمة جهاد يبقى ضد الاستعمار، مجاهد يعني ضد الاستعمار، مجاهدين يعني ضد الاستعمار والاحتلال، والناس بتشتغل من أجل التحرر الوطني قبل المتخلفين والمتطرفين ما ياخدوا الجهاد في سكة أخرى، الجهاد ضد المسلمين. في كل الأحوال الشيخ عبد العزيز الثعالبي من قادة الجهاد بمعنى الجهاد الحقيقي، الجهاد ضد المحتل، الجهاد ضد المغتصب، الجهاد ضد الذين أرادوا تدمير الأمة الإسلامية، الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي في تونس في ذلك الوقت. الشيخ عبد العزيز الثعالبي شخصية مهمة جدا، عظيمة جدا في تاريخ تونس وفي تاريخنا العربي والإسلامي ككل. الشيخ الثعالبي هو حفيد الشيخ عبد الرحمن الثعالبي، والشيخ عبد الرحمن الثعالبي كان من نجوم الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والجزائر عملت مجهود خارق في مواجهة الاستعمار، وكان من بين المجاهدين الشيخ عبد الرحمن الثعالبي. ورغم ان هو راجل غني وعنده ممتلكات كتيرة جدا وعنده أراضي شاسعة وعنده بيوت عامرة، إلا انه ساب كل الممتلكات وكل العز اللي عايش فيه ده علشان يجاهد ضد الاستعمار الفرنسي، ولدرجة انه في بعض المواقع أطلق عليه الرصاص وأصيب الرصاص، إلا انه لم يترك الجهاد. الفرنسويين حاولوا إغراءه فعرضوا عليه منصب قاضي القضاة وانه يعيش في نعيم ويديله ممتلكات اخرى فوق ممتلكاته، رفض المنصب ورفض العطاءات ورفض يتعاون مع الاستعمار الفرنسي، وساب كل املاكه وكل العز اللي كان عايش فيه وراح لتونس علشان يكمل الجهاد من تونس. حفيده هو الشيخ عبد العزيز الثعالبي، اتولد في تونس، هو تونسي بالتالي، وتعلم في جامع الزيتونة، كان في معهد في جامع الزيتونة لتعليم التوانسة، اتعلم في جامع الزيتونة في معهد الزيتونة، خد أعلى درجة علمية. لكن بعد ما خلص تعليم لقى إن التعليم اللي أخده ده تعليم مش مفيد في مقاومة الاستعمار، وتعليم ديني كلاسيكي لكنه لا يحرض على القتال في مواجهة المحتل والمستعمر، وقال لازم نغير مناهج التعليم في جامع الزيتون الشهير، ولازم الطلاب يدرسوا الكفاح والنضال ضد الاستعمار. فالشيخ عبد العزيز الثعالبي قاد هذا التيار، طبعا وقفوا ضده بعض الشيوخ التقليديين والاستعمار، إلا أنه استمر في طريقه وبدأ يتعلم من التجربة المصرية. كان في الزعيم مصطفى كامل، فتعلم منه ان هو يلف دول العالم ويدعو للقضية التونسية. القضية التونسية هي ايه؟ سنة 1881 ايام احمد عرابي كانت تونس في معاهدة بموجبها احتلت فرنسا تونس اسمها معاهدة باردو. هو عايز بقى يلغي المعاهدة ويلغي الكلام ده كله وتبقى تونس دولة حرة مستقلة. بذل جهود كبيرة جدا. لما راح مؤتمر الصلح في فرنسا ممثلا لتونس اتعرف هناك على الزعيم العالمي الأسطوري سعد باشا زغلول. سعد زغلول ملهم لغاندي، سعد زغلول ملهم لناس كتيرة جدا حول العالم، هو زعيم أسطوري وعالمي بكل المعايير. وانبهر الشيخ الثعالبي بالزعيم الوطني الكبير سعد زغلول باشا، إلا أن الشيخ الثعالبي تم اعتقاله في فرنسا ودخل السجن،
لما خرج بعدها رجع تونس استقبل هناك استقبال الأبطال وأصبح أيقونة للثورة والنضال التونسي ضد الاستعمار. وده بقى يعمل مؤسسات، كان عامل صحف وغلقت، أسس الحزب الدستوري الحر وبدأ يشتغل على هذا الأمر. وقتها كان الشيخ الثعلبي مقتنع بفكرة الخلافة الإسلامية وعودة الخلافة، وراح أكتر من دولة لهذا الغرض. وبعد كده هو راح أثناء ذلك قابل الحاج أمين الحسيني في فلسطين وألقى خطب عظيمة جدا في فلسطين، وحبوه جدا الشعب الفلسطيني وأطلقوا عليه ابن خلدون الجديد. أيضا راح العراق ألقى خطب رائعة جدا وقابل الملك فيصل هناك، وراح دول أخرى كالهند، كتب كتاب مهم جدا عن الهند، وراح مصر هنا جازار مصر موفدا من ملك العراق الملك فيصل علشان موضوع مؤتمر الخلافة. كان الملك أحمد فؤاد، الملك فؤاد الأول، عايز يرجع الخلافة وهو خليفة المسلمين، فعمل هنا مؤتمر الخلافة وجاء حضر الشيخ الثعالبي واقتنع ان الموضوع ده موضوع مش سليم، مش هيوصل لحاجة، وكل ملك طموح يرجع الخلافة عشان يبقى هو الخليفة وولاد الخلفاء من بعده، انما الهدف مش الهدف اللي هو متصوره. فطلع من دماغه فكرة الخلافة وبدأ يتكلم على الوحدة العربية والعروبة والأمة العربية، وعمل مجهود عظيم جدا في هذا الإطار. عنده كتاب مهم جدا عن التحرر وقيم التحرر الوطني من القرآن الكريم، وقال فيه كلام مهم جدا، قال فيه إن الإسلام حرم إن احنا نبدأ بقتال الآخرين وقتلهم، وإن الجهاد في الإسلام فريضة دفاعية وليست هجومية. لما يحصل اعتداء على ديار المسلمين أو على أملاك وأعراض المسلمين يبقى المسلمين لابد أن يهبوا في حرب دفاعية، إنما المسلمين ما يبدأوش بحرب هجومية. لازم يكون في تبادل حضاري بيننا وبين الحضارات الأخرى زي حضارة الغرب المتقدمة، ويكون في تعاون إنساني. الإسلام مش رسالة ضيقة للمسلمين فحسب، إنما يكون في تعاون على مستوى الإنسانية ككل، وكل ما ينفع الإنسان وينبغي أن يمكث في الأرض لازم المسلمين يكونوا طرف في هذا الأمر. وقال بعض الأفكار السياسية المثيرة في ذلك الوقت، عنده رأي مثير جدا متعلق باستقلال دولة الهند المسلمة، دولة باكستان المسلمة. زمان حضراتكم، من زمان كتير، زمان لغاية الأربعينات، كانت الهند وباكستان وبنجلاديش دولة واحدة لغاية سنة 47. يعني في ناس عايشين دلوقتي، كان رئيس باكستان السابق مواليد الهند، سنة 47 دي السنة اللي اتولدت فيها دولة باكستان. باكستان مواليد 47، كانت باكستان جزء من الهند وبنجلاديش جزء من الهند. فالانجليز ادوا المسلمين استقلال في باكستان، طبعا المسلمين اتبسطوا ان لهم دولة مستقلة هي باكستان، وسرعان المسلمين وقعوا مع بعض فانقسمت بنجلاديش عن باكستان. يعني الاول كانت الهند كلها الهند وباكستان وبنجلاديش دولة واحدة، الانجليز قسموا الهند الى باكستان والهند. باكستان كانت جزئين، جزء بنجلاديش اللي هي المحافظات الشرقية وجزء باكستان المحافظات الغربية، وبعدين وقعوا مع بعض فاستقلت بنجلاديش عن باكستان، بقى في ثلاث دول، دولتين مسلمتين اللي هي باكستان وبنجلاديش، ودولة ذات أغلبية هندوسية اللي هي الهند. ومع ذلك عدد المسلمين في الهند الآن قد عدد المسلمين في مصر مرتين، يعني الكتلة الإسلامية أو الأقلية الإسلامية اللي في الهند ضعف كل المسلمين اللي موجودين في دولة كبرى زي مصر، أقلية كبيرة جدا. الشيخ الثعالبي بيقول إن بريطانيا عملت ده كدولة مستعمرة علشان الهند لو كانت استنت الهند معها باكستان معها بنجلاديش كانت بقت الهند دولة ذات أغلبية مسلمة، وبقت الهند مع الوقت دولة مسلمة. علشان يمنعوا إن الهند تكون دولة مسلمة قسموا المسلمين دول بدعوى الاستقلال دولة مسلمة مستقلة وما إلى ذلك، فالمسلمين جريوا وراء موضوع الاستقلال والانفصال، فحرم المسلمون تكون الهند دولة ذات أغلبية مسلمة. ده تفسير مين؟ الشيخ عبد العزيز الثعالبي.
في كل الأحوال ممكن يكون هذا التفسير له أساس، ممكن يكون مبالغ فيه، إنما الشيخ عبد العزيز الثعالبي شخصية عظيمة، منفتحة، مثقفة، مجاهدة، عالم، عنده فكر في علم الاجتماع، فكر عالي في علوم الدين، ومناضل حقيقي ضد الاستعمار. لازم اسم عظيم زي ده يبقى معروف بالنسبة لنا، إن لما نقول تونس لابد أن نتذكر هذا الراحل العظيم المجاهد الشيخ عبد العزيز الثعالبي. هو واحد من أهم رواد الإصلاح والمقاومة ضد الاستعمار الأجنبي في تونس وفي العالم. هو زعيم تونسي ومناضل وطني من القليلين الذين زاوجوا بين السياسي والديني وبين المحلي والإقليمي والعالمي في عملهم للتخلص من الاستعمار وظلمه والرفعة بالمجتمع والرقي به في الوقت ذاته. ذهب من تونس إلى فلسطين ليضع علمه وفكره لأجل القضية الفلسطينية، فسمته صحافة فلسطين ابن خلدون الجديد. وفي العراق وصفه الشاعر العراقي الرصافي بأنه كان أعظم خطيب عرفه القرن، وقال فيه العلامة التونسي الشيخ الفاضل بن عاشور أنه كان يجمع بين الزعامة السياسية والجهاد الوطني والإصلاح الاجتماعي والخطابة التوعوية. كل تلك الصفات اجتمعت في شخصيته الصلبة والعبقرية التي واجهت كل أشكال الاستعمار الظالم.